المشروع هذا يرينا أنه مشروع يكون يتمدد العديد من المدن بتاعنا في تونس لاستقبال هذا، وبدينا في مشروع في سيدي بوزيد واليوم في مشروع في المعمورة، وغدوا باش يكملوا إن شاء الله حتى المدن العتيقة لكل 52 مدينة عتيقة. إذا كان فقط أنه المشروع هذا رنتابل وأنه يشغل اليد العام، علاش لا باش يكون فيه؟ وهذا الهدف بتاعنا، هو خلق التواصل بين المدن وخلق التواصل بين الحرفيين وبعث مشاريع لخلق مواطن شغل.